قصة حياة نعيمة عاكف مليانة بالمحطات، رغم عمرها القصير. وزي ما كان في نجاحات وأعمال مميزة، كان في محطات مليانة بالحزن والصدمات، وأكترها أسوأ هي السنين الأخيرة لما جالها المرض اللعين. قصة حياة نعيمة عاكف بدأت من مدينة طنطا اللي اتولدت فيها وفيها تربت، وفي سيرك والدها اللي كان بيقدم عروضه خلال ليالي الاحتفال بمولد السيد البدوي. وخرجت نعيمة للنور وسط الوحوش والحيوانات والألعاب البهلوانية زي أبوها وأمها وباقي أفراد أسرتها. بقت نعيمة عاكف نجمة الفرقة الأولى، مع إنها ما كانتش كملت 4 سنين، وكانت في المرحلة دي من العمر بتتشقلب وبتغني وبتستحوذ على إعجاب جمهور الفلاحين اللي كانوا بيشوفوها، وده شجعها لما كملت 6 سنين إنها تطلب من والدها إنه يخصص ليها مرتب وإلا تشتغل في سيرك تاني. لكن والدها رد عليها بعلقة سخنة، عشان كده هربت منه، لكن الناس رجعوها تاني. وقرر والدها إنه يخصص ليها مرتب قرشين في اليوم. وتعرضت الأسرة لموقف صعب لما الشرطة حصرتهم عشان يكتشفوا إن الأب كان بيلعب قمار ومديون بفلوس كتيرة. ولما كملت سن 10 سنين اتجوز أبوها من ست تانية، فاضطرت أم نعيمة إنها تسيب السيرك مع أولادها، واستقرت في شقة متواضعة بشارع محمد علي اللي كان بيجمع العاملين في مجال الفن والموسيقى في الوقت ده. انتقلت نعيمة إلى ملهى الكيت كات اللي كان بيتردد عليه معظم مخرجين السينما، فأخذها المخرج أحمد كامل مرسي وقدمها كراقصة في فيلم ست البيت. بعد كده اختارها المخرج حسين فوزي عشان تشارك في بطولة فيلمه العيش والملح، وبعده اتعاقد معاها على احتكار وجودها في الأفلام اللي كان بيخرجها لحساب نحاس فيلم. قامت نعيمة عاكف بأول بطولة سينمائية ليها في لهاليبو، ورغم فارق السن الكبير بينهم إلا أن المخرج حسين فوزي اتجوزها ونقلها من شارع محمد علي إلى فيلا بمصر الجديدة. توالت أفلام نعيمة عاكف ولمع نجمها في السينما من خلال أفلام بلدي وخفة، بابا عريس، فتاة السيرك، جنة ونار، تمر حنة، يا حلاوة الحب. وبعد 10 سنين من الجواز انفصلت نعيمة عاكف عن جوزها في هدوء شديد، بعد ما أخرج ليها 15 فيلم آخرها فيلم أحبك يا حسن. بعد كده اتجوزت من المحاسب صلاح الدين عبد العليم وأنجبت منه ابنها الوحيد محمد صلاح الدين عبد العليم. حصلت نعيمة عاكف على لقب أحسن راقصة في العالم من مهرجان الشباب العالمي بموسكو سنة 1958 ضمن 50 دولة شاركت في المهرجان. في أواخر سنواتها حست نعيمة عاكف ببعض الألم وقت تصويرها في فيلم بيعت الجرايد في سنة 1963، وعملت الفحوصات واكتشفت إنها مصابة بداء السرطان، وصرعت المرض في آخر 3 سنين من حياتها. رحلت نعيمة عاكف في يوم 23 إبريل سنة 1966 بعد رحلة مع مرض السرطان الأمعاء، وأنهت مشوار 17 سنة من الفن والتألق والإبداع.